أخبار الفنانين بي ستارز، أمل بوشوشة بتعتذر وهل تدعم الرئيس؟ على البشوشة عبر حسابها الرسمي على تويتر حول التجمعات الحاشدة وسط العاصمة الجزائرية، تلبية لدعوة حركة مواطني للتعبير عن رفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وغردت تأخرت مش لأني ما شفت وما سمعت، بل لأني بعرف أنه اللي عم يصير ببلدي مني أنا البطل فيه، إنما المسيرات والناس يلي بالشوارع هن الأبطال. وأضافت اللهم اجعل هالبلد آمن وأحفظ بلادي الجزائر. رسالة قاسية من أصالة لأنغام تسقط صداقتهم. قامت الفنانة أصالة بإلغاء متابعة الفنانة أنغام على إنستغرام بعد إعلان أنغام زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وذلك لصلة القرابة اللي بتربط أصالة بزوجة أحمد الأولى ياسمين، وهي ابنة شقيقة زوجها المخرج طارق العريان. وقامت أصالة بنشر تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، وقالت الفن إن لم ينقي روح صاحبه من دناءات الحياة وإن لم يرتقي به عن الظلم والغدر فلا قيمة له ولا لصاحبه، ما دفع أنغام بإلغاء متابعة أصالة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، إشارة إلى أنه صداقة وطيدة كانت بتجمعهم، حيث أحيوا سوا حفلة غنائية سابقا وقدموا عدد من الأغنيات سوا على المسرح. أد شيران بيتزوج سرا من خطيبته، تزوج المغني العالمي أد شيران من خطيبته تشيري سيبورن سر بسر بحفلة اقتصر الحضور فيها على 40 ضيف مميز من الأصدقاء المقربين وأفراد الأسرة. ووفق موقع ديلي ميل، قال مصدر مقرب من المغني العالمي أنه الزوجين رح يعني يكون عندهم حفل زفاف على غرار مهرجان كبير بفصل الصيف، رح يضم زملائهم المشاهير يلي ما خبرون عن هالحفل الزواج السري. يسرى خارج المنافسة الرمضانية، ما أن حسمت الممثلة يسرى قرارها بدخول السباق الرمضاني لعام 2019 حتى تم توقيف مشروع مسلسل بيت العيلة اللي كان من المقرر أنه تمثل فيه. وأشارت مصادر صحفية إلى أنه القرار بيعود لأنه العمل لن يستطيع اللحاق بالشهر الفضيل بسبب ضيق الوقت وضخامة الإنتاج، ما دفع بالقيمين على تأجيله إلى رمضان 2020. هجوم كبير على ابنة فيفي عبده، شو هو السبب؟ تعرضت الفنانة عزة مجاهد ابنة الفنانة المصرية فيفي عبده لهجوم كبير بعد نشر صورة بتظهر فيها بإطلالة جريئة بجمب سوت ضيق باللونين الفضي والذهبي، كما وبدت مجاهد بملامح مختلفة بسبب استخدام برنامج الفوتوشوب بشكل مبالغ. وتضاربت التعليقات لنشطاء الانترنت على إطلالة الفنانة المصرية، البعض أثنى على جمالها والبعض الآخر على رشاقتها، بالمقابل انتقدها عدد كبير بسبب تغيير ملامح وجهها بالإضافة إلى ملابسها الجريئة. هل سيسجن محمد رمضان لستة أشهر؟ أصدرت المحكمة المصرية حكم بتأييد سجن الفنان المصري محمد رمضان لمدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة نحو 10,000 جنيه مصري بسبب قيامه ببث فيديو على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي شتم فيها محمد عبد المتعال مدير عام قنوات أم بي سي مصر. وأعلنت محكمة الجيزة الابتدائية أيضا حكم بفسخ تعاقد رمضان مع شركة فيردي للإنتاج وإلزامه بدفع قيمة الشرط الجزائي الوارد بالعقد وقدره 16 مليون جنيه مصري حوالي 900 ألف دولار أمريكي مع إلزامه بالمصاريف القضائية. هل ستتزوج شادا حسون بال 2019؟ تستمتع الفنانة العراقية شادا حسون حاليا لأكثر أو تستمع لأكثر من لحن كي تختار المناسب منها تحضيرا لأغنيات جديدة باللهجة الخليجية، وهي كذلك تستعد لتصوير أغنية ألبومها التراثي واللي بيتم تسجيله ببغداد. ورأيت أنه الأغنية العراقية أصبحت مطلوبة بكل وقت ومكان وهي مسموعة جدا اليوم. من جهة تانية أكدت حسون أنه ما عندها مانع أنه تقدم برنامج تلفزيونية شرط أن تكون الفكرة جيدة وتتلائم مع شخصيتها وسيرتها.
بالأنشطة الفنية. وبشأن ما إذا كان الجمهور رح يشوف عروس بال2019، قالت بمقابلة صحفية ممكن وكل شيء اسمه ونصيب، أنا بتمنى الاستقرار بالحياة وتكوين عائلة. الموت يفجع خالد قيش بأعز إنساني. فجع الممثل السوري خالد القيش بوفاة والدته اللي نعيها عدد كبير من زملاء، ومن أبرزهم شكران مرتجى اللي كتبت على حسابها الشخصي على فيسبوك تعزية الحارة للزميل والصديق خالد القيش برحيل والدته. الله يرحمها ويصبرك خالد، قلوبنا معك، إنا لله وإنا إليه راجعون. حسام حبيب بيسحب تعليقه قبل اشتعال الحرب بيناتهم. كتب الفنان حسام حبيب وهو زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب تعليق على أول صورة نشرت للفنانة أنغام والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم معا بعد زواجهم السري واللي فاجأ الكثيرين بعد إعلانه، وعلق: ألف مبروك يا حبايب قلبي، ربنا يبارككم ويوفقكم ويجعلكم سند لبعض ويبعد الحاقدين وأولاد الحرام. وأضاف: مبروك على الألبوم الرائع وخصوصا أغنية يا ريتك فهمني. ولكنه سارع إلى حذف التعليق بعد أن تساءل الكثير من المتابعين عمن يقصد بالحاقدين وولاد الحرام، خصوصا أنه الفنانة أصالة هاجمت أنغام أخيرا بعد زواجها من المنتج المصري. واعتبر البعض أنه تعليق حبيب كان رح يسبب توترات بعلاقته وعلاقة زوجته مع أصالة، ما اضطروا لحذف هالتعليق سريعا. هذه أخبار الفنانين من MTV Live لحظات ومنتابعها.